بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد من دروسنا المصورة ومادة علوم الحاسب للصف الحادي عشر المسار التكنولوجي. ما زلنا مع الوحدة الثانية البيانات والمعلومات. الدرس الثالث جمع البيانات والتحقق منها الجزء الثالث. تعلمنا أعزائي الطلاب في دروس سابقة مفهوم التحقق من إدخال البيانات، وفهمنا أيضا كيف يتم التحقق بالبحث وما هي إيجابيات التحقق بالبحث، ثم قمنا بإعداد قائمة منسدلة للتحقق من صحة البيانات، وضبطنا رسالة الإدخال ورسالة الخطأ الخاصة بالقائمة. في هذا الدرس سوف نتعرف على أنواع أخرى من التحقق، منها التحقق بالنطاق، التحقق من النوع، التحقق من طول البيانات، والتحقق من صيغة البيانات المدخلة. نتوقع بعد نهاية درس اليوم أن يكون الطالب قادراً على إعداد نطاق معين لقيم البيانات، أن يتمكن من ضبط نوع محدد من القيم للبيانات المدخلة، وأن ينجح أيضاً في التحقق من طول النص، وأن يتمكن أخيراً من ضبط القيم بالصيغة العشرية. يمكنك عزيزي الطالب أن تتابع معنا من الكتاب المدرسي من الصفحات 190 إلى 197. فهمنا عزيزي الطالب أن عملية إدخال البيانات قد تشهد الكثير من الأخطاء، وللحد من هذه الأخطاء نتبع طرقاً مختلفة للتحقق من القيم للبيانات المدخلة. وتعلمنا في الدرس السابق طريقة التحقق من البيانات بالبحث، وقمنا بإعداد قائمة منسدلة يتم اختيار القيم المراد إدخالها منها. ولكن ماذا لو كانت القيم المراد إدخالها تقع ضمن نطاق أو مدى كبير؟ فلو أردنا إدخال مدى معين من درجات الحرارة، هل سنقوم أيضا بإعداد قائمة لاختيار درجة الحرارة منها؟ بالتأكيد لا، هناك طريقة أخرى للتعامل مع الأمور. يساعدنا مفهوم التحقق من النطاق رين تشيك لحل هذه المشكلة، لكن ما المقصود بالتحقق من النطاق؟ التحقق من النطاق هو التأكد من أن القيم الرقمية أو الأحرف أو التواريخ المدخلة تقع ضمن نطاق أو مدى معين، وهذا يشمل حدين هما الحد الأدنى للقيم المدخلة والحد الأعلى لهذه القيم. فمثلا يمكن إدخال مدى معين من درجات الطالب في الاختبار، إذا كان الاختبار من 50 درجة فإذا النطاق هو من 0 إلى 50، الحد الأدنى هو 0 والحد الأعلى هو 50. أما إذا كانت القيم حرفية فممكن أن يطلب من المعلم إدخال مدى محدد من الأحرف، كل حرف يدل على تقدير الطالب، أو ممكن أن نطلب إدخال يوم ضمن هذا الشهر يبدأ من 1 نوفمبر هو الحد الأدنى إلى 30 من نوفمبر هو الحد الأعلى. كيف نقوم بذلك؟ دعونا نأخذ المثال التالي. في هذا المثال لو أردنا تسجيل درجات حرارة مقابل اسم كل مدينة خلال شهر محدد من أشهر السنة، فإننا لا ندري كم ستكون درجة الحرارة بالضبط، ولكن متوقع أن تكون بين قيمة تشكل حد أدنى وقيمة أخرى تشكل حد أعلى. لنفرض أن هذه الخلايا ستتراوح درجات الحرارة فيها بين 17.4 و 35.3. لو أردنا أن ندخل هنا مثلا درجة حرارة ضمن هذا النطاق، من المفترض أن يتم قبولها، ولو أردنا إدخال درجة حرارة أخرى خارج هذا النطاق المفروض أن يتم رفضها. والآن ننتقل إلى التطبيق العملي لنرى كيف يتم تطبيق ذلك بالخطوات. نواصل العمل على ملف الإكسل الذي بدأنا العمل عليه في الحصة الماضية. نحدد الخلية المراد تطبيق نطاق معين لقيم البيانات عليها. نذهب من قائمة Data مجموعة Data Tools، الأمر Data Validation التحقق من صحة البيانات. من تبويب Settings إعدادات نختار من حق الألاو السماح الخيار Custom مخصص.
نتأكد من إزالة اختيار ignore blank تجاهل الفارغ، ونأتي لكتابة المعادلة في حقل الفورمولا. نريد للخلية C5 الموجودة هنا أن تكون قيمتها أكبر من الحد الأدنى 17.4 أو تساوي، وفي نفس الوقت الخلية C5 يجب أن تكون أقل أو تساوي ماذا؟ الحد الأعلى 35.3. حتى نضمن تحقق هذين الشرطين نكتب هنا قبلها and، وان تعني يجب تحقق هذين الشرطين معا حتى يتم قبول أي قيمة مدخلة في هذه الخلية. يجدر الإشارة بأن الشرط الأول هو شرط إلزامي، أما الشرط الثاني فهو اختياري، ويمكنك إضافة لغاية 255 شرطا في هذا التعبير. نذهب بعدها لضبط رسالة الإدخال ثم رسالة الخطأ كما تعلمنا في الدرس الماضي. نضغط موافق ثم نقوم بعمل تعبئة تلقائية لتطبيق القاعدة التي حددناها للخلية C5 على باقي الخلايا. حسنا، الآن نجرب قيمة ضمن النطاق المسموح، مثلا لو كتبنا 20 تم قبول القيمة. لو سجلنا قيمة أقل من الحد الأدنى لم يتم قبولها. لو سجلنا قيمة أعلى من الحد الأعلى أيضا لم يتم قبولها. بعدها نقوم بتعبئة بقية الخلايا بالقيم المسموحة والتي يمكنكم أن تجدوها في الكتاب المدرسي صفحة 191. شكل آخر من أشكال التحقق عند إدخال البيانات هو التحقق من النوع Type Check، ويقصد به التأكد من قيام المستخدم بإدخال النوع الصحيح للقيمة المراد إدخالها في حقل معين. فمثلا لو كنت تقوم بعملية حجز تذكرة على موقع شركة طيران، فإنك عند حقل موعد رحلة الطيران سوف تقوم بتسجيل تاريخ في هذا الحقل. أما عند قيام المعلم بتسجيل عدد الطلاب في صفه فيجب أن يدخل عددا صحيحا موجبا، ولا يمكنه أن يكون عددا كسريا أو أن يكون عددا سالبا. فمثلا لو أردنا تسجيل عدد الفعاليات السياحية في هذه الأماكن فبالتأكيد لن يسجل هنا عدد سالب أو عدد عشري. إذن يجب أن تكون الأعداد التي تسجل في هذه الخلايا أعداد صحيحة موجبة. نعم، إذن يمكننا أن نسجل في قلعة الرويس 5 فعاليات خلال شهر يناير. أما كورنيش الخور فبالتأكيد لن يشهد في شهر فبراير 7.5 فعاليات، لأنه لا يوجد شيء اسمه نصف فعالية، وبالتالي يجب أن يتم رفض هذه وإعطاء رسالة خطأ عليها. ولضبط نوع محدد من القيم في هذه الخلايا نقوم أولا بتحديد الخلايا، ثم نتأكد أننا ذهبنا إلى تبويب داتا، نختار من مجموعة داتا تولز الأمر داتا فاليديشن التحقق من صحة البيانات. من تبويب سيتينجز خيار السماح اللاو نأخذ هذه المرة هول نمبر عدد صحيح. نتأكد من إزالة خيار ignore blank، ونريد لهذا العدد الصحيح أن يكون موجبا greater than or equal to 0. الحد الأدنى هو 0، وبهذا نكون قد حددنا عددا صحيحا أكبر من 0 أي موجب. لا ننسى ضبط رسالة الإدخال ورسالة الخطأ، نضغط موافق، ندخل عددا سالبا أما رفضه، ندخل عددا كسريا تم رفضه. الحل الوحيد هو إدخال عدد صحيح موجب، تم قبول القيمة. نقوم بتعبئة بقية البيانات كما هو موجود في الكتاب المدرسي صفحة 193. لابد أنك لاحظت عزيزي الطالب أنك عند إنشاء كلمة مرور هناك حد أدنى لعدد الحروف التي تتكون منها. هذا ما يسمى بالتحقق من طول النص Length Check، وهو التأكد من أن الرموز والحروف التي يتم إدخالها
تقع ضمن نطاق محدد لطول النص، مثل إنشاء كلمة مرور أو إدخال كلمة مرور في حقل تكون 6 حروف على الأقل، ومثل أيضا محاولتك لإدخال الرقم الشخصي في حقل يجب أن يكون الرقم الشخصي الـ ID 11 خانة بالضبط، لا أكثر من ذلك ولا أقل. في هذا المثال سوف نضع ضوابط على هذه الخلايا لكي يتم إدخال اسم الشهر بما لا يقل عن 4 حروف ولا يزيد عن 6 حروف. فمثلا لو أدخلنا شهر يناير يتم قبوله لأنه يتكون من 5 حروف، أما لو أدخلنا شهر فبراير بشكل خاطئ فلن يتم قبوله بسبب أنه تجاوز قاعدة التحقق من طول النص. دعونا نرى ذلك بشكل عملي. لتطبيق التحقق من طول النص نقوم بتحديد الخلايا المطلوبة أولا، ثم من تبويب داتا كما تعودنا مجموعة داتا تولز، الأمر داتا فاليديشن، من تبويب سيتينجز كالعادة نأخذ اللاو السماح، وهذه المرة نختار الخيار تكست لينث طول النص. نحدد هنا ماذا نريد من هذه الخيارات، ليكون بتوين طول النص بين 4 حروف و6 حروف. نتأكد من إزالة خيار تجاهل الخلايا الفارغة، ثم نقوم بضبط رسالة الإدخال ورسالة الخطأ، نضغط موافق كي نتأكد، نكتب يناير تم قبول القيمة، فبراير ونضيف حرف زائد حتى تصبح 7 أحرف، لم يتم قبول القيمة. من الأشكال الأخرى للتحقق من صحة البيانات التحقق من الصيغة Format Check، ويقصد به التأكد من أن البيانات المدخلة تأتي في صيغة أو تنسيق محدد مسبقا، مثل تنسيق البيانات بالصيغة العشرية كي يتم إدخالها كإدخال سعر منتج أو سلعة ما أو تسجيل درجة حرارة مريض. دعونا نرى ما المقصود بذلك بالتحديد. في هذا المثال سوف نقوم بضبط معدلات هطول الأمطار في هذه الخلايا لتأتي قيمها عشرية من 0 إلى 18.1 مثلا. إذا تم إدخال قيمة عشرية ضمن هذا النطاق فهي مقبولة، أما إذا تم إدخال قيمة عشرية أو غير عشرية خارج هذا النطاق فلن تكون مقبولة وسوف تظهر لنا رسالة خطأ. دعونا نشاهد كيف يتم تطبيق ذلك عمليا. لضبط القيم بالصيغة العشرية نقوم أولا تحديد الخلايا المطلوبة، ثم من تبويب Data مجموعة Data Tools نختار الأمر Data Validation تحقق من صحة البيانات، من تبويب Settings نختار هذه المرة الخيار Decimal 10، نتعامل معه الآن كأننا نتعامل مع التحقق من النطاق باستثناء أنه العملية هنا أسهل ولا داعي لكتابة معادلات. القيمة 10 قيمتها تتراوح بين 0 والقيمة الأخرى 18.1. نضبط رسالة الإدخال وأيضا رسالة الخطأ، ثم نضغط موافق، نجرب إدخال قيمة مسموح بها تم قبولها، إدخال قيمة أعلى من الحد المسموح به تم رفضها، إدخال قيمة 10 يتم قبولها أيضا. للتأكد من استيعاب المفاهيم لهذا الدرس طابق عزيز الطالب كل نوع من أنواع التحقق من الصحة مع الاستخدام المناسب له، لإدخال تواريخ ضمن الشهر الحالي فقط، أحسنت التحقق من النطاق، لإدخال عدد أفراد الأسرة، نعم إنه عدد صحيح موجب لذا فنحن نحتاج إلى التحقق من النوع، أما لإجبار المستخدم على إدخال كلمة مرور تتكون من 4 حروف فقط فهذا نوع من أنواع التحقق من طول النص، ولإدخال كتلة المواد المتفاعلة في تفاعل كيميائي والتي قد تكون بالكسور والأجزاء العشرية فنحتاج إلى التحقق من الصيغة بالصيغة العشرية كي نضمن إدخال
القيم بالشكل الصحيح. في هذا الدرس تعلمنا أعزائي الطلاب كيفية إعداد نطاق معين لقيم البيانات، ثم تحدثنا عن ضبط نوع محدد من القيم مثل إدخال عدد صحيح موجب في حقل عدد الفعاليات، ثم تحققنا من طول النص كما هو دارج في مربعات الخاصة بكلمات المرور. وفي النهاية تعرفنا على كيفية ضبط القيم بالصيغة العشرية. كل أنواع التحقق من صحة البيانات هذه تجعل البيانات المدخلة أكثر دقة، وبالتالي سوف تكون المعلومات والنتائج التي نحصل عليها من هذه البيانات صحيحة أكثر وواقعية أكثر، وهذا بالتأكيد يساعد متخذ القرار على اتخاذ قراراته بدقة عالية وبواقعية حقيقية. وبهذا نصل معكم أعزائي الطلاب إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في دروس مقبلة. دمتم بخير وإلى اللقاء.